محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 76 و600. عن كم؟ 76 و600. مولده متى؟ 31. عمره كم؟ 45 سنة. قد خلف هذا العلم العظيم الذي يستفاد منه منذ تأليف هذه الكتب إلى يومنا هذا في مشارق الأرض ومغاربها، سيما الأذكار رياض الصالحين، شرح مسلم، شرح المهذب، كتاب عظيم لو قدر تمامه لا أغنى عن كثير من كتب الفقه. هذه بركة من الله سبحانه وتعالى، هذا القدر اليسير من العمر ينتج فيه هذا المثال العظيم، مع أنه لم يكن يشغل عمره أو جل وقته في التصنيف، لا، عنده في اليوم 12 درس، في اليوم الواحد 12 درس، والعبادة تأخذ من وقته الشيء الكثير، ومعدود من العباد رحمه الله. ما يعتذر الشخص بأنه مشغول، أو إذا قيل له ما تحضر الدرس الفلاني قال أنا والله مرتبط، أنا مشغول، أشغالي كثيرة، أو طلب منه تأليف تعلل بأعذار واهية، لا، الوقت فيه بركة لمن استغله وصدق النية، يعينه الله سبحانه وتعالى. إذا كان يعرف أناس يداومون الدوام الكامل في هذه الأيام يدرسون لهم حلقات وعندهم أعمال أخرى، ويوجد وإن كان نادر من يختم القرآن ممن هذه صفته كل يوم، ويزور المقابر في كل أسبوع، يزور المستشفيات، يصل الأرحام، ودوامه كامل يعني من 8 إلى 2، إعانة من الله سبحانه وتعالى، وإلا أكثر الناس يضيع عمره سدى. فالنووي من هذه الشاكلة، مؤلفات تسر عمر، عبادة تذكر، كثرة دروس، شفاعات كثيرة جدا لذوي الحاجات عند الولاة، حتى أنه أمر بالكف عن هذه الشفاعات ثم امتثل رحمه الله.